ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معكم حسين كار. ان شاء الله النهارده هشرح لك افضل موقع تقدر تعمل منه ستريمينج للفيديوهات عندك او للناس اللي بتابعوك. طبعا لو كنت من الناس العشاق الاستريمينج كتير او اللايف والبث المباشر، فانا جبت لك حل خرافي جدا وهيعجبك. طبعا في مننا ناس كتير زي الشروحات التعليميه افضل دلوقتي بعد التكنولوجيا اللي احنا وصلناها، واصبح التعليم عندنا بقى عن طريق الاستريمينج اللي هو البث المباشر، وطبعا ده اللي احنا بنقدر نستخدمه. في ناس كتير تريد تستخدم جوجل كبث مباشر، وطبعا ده منصة مجانية، طبعا محدش يقدر يتكلم فيها في فلوس خالص. هنا طبعا المشكلة هنا حصلت في ان الاستريمينجات تتقطع ومشكلة وحاجات بتاعها بسيطة. هنا دلوقتي الحل ليها ان انت تعمل استريمينج فيديو بروفايدر، موقع جميل جدا. طبعا لبعض المدرسين الخصوصيين الدروس السناتر كل دوت، طبعا لو كنت بتعمل بث مباشر في حاجات خصوصية وحاجات فيها شرح، طبعا ابدأ اشرح لك موقع استريمينج فيديو بروفايدر هو افضل موقع ممكن تستخدمه تعمل بيه استريمينج بفلوس. ازاي يا معلم؟ هنا لو جينا دخلنا على الموقع كتبنا استريمينج فيديو بروفايدر، هتبدأ يدخلك على الموقع. هنا عندك 65 واحد عامل يوزر على الموقع، 800,000 ناشر فيديو، 80 مليون دقيقة، 7 مليون فلوس شغالة. طبعا ده موقع جامد جامد جدا. هنا طبعا ممكن تستخدمه للمدرسين، الأساتذة في الجامعات، السناتر بتعمل بث مباشر في كورسات تشرحها، وده هيفيدك جدا. هنا طبعا هنعمل تجربة، يبدأ يستخدم منك اهو، هنعمل سين اوت. هنا طبعا تبدا تحط الفيرست نيم اللي هو اسمك الاولاني والاسم الثاني والايميل بتاعك والباسورد، وهتبدا تعيده تاني وهتكتب الدوله اللي انت فيها، وبعد كده تدوس اجير. هنا الموقع بسيط بسيط جدا، طبعا مش محتاج انك تشرحات كتير او موضوع يكبر منك. هنا عندك على الشمال للفيديوهات واللايف والاوديو والويب تي في واللايف اي بي كام، وهنا طبعا دي المواقع اللي تقدر تستخدمها. هنا عندك الزراير من فوق او عندك المنصات، هنا بتعمل اد فيديو اد ميديا، هنا ممكن تنزل فيديو عندك على الكمبيوتر في شرح او كورس، هنا ممكن تاخده من لينك او تعمل لايف ستريمينج من موقع تاني، او تعمل ويب فيديو هنا زي مثلا بتاخد شروحات من حد او عايز تشغل فيديو او حاجه مثلا في قناه عايز تعمل لها، او ممكن تعمل لايف اي بي كام تمر مراقب. هنا طبعا ممكن تعمل دبل كليك والديليت او تعمل فيديو تحمله عندك على الكمبيوتر. هنا طبعا الشباب تبدا ترتب الفيديوهات زي ما انت عايز، لو سحبتها كده تبدا تحطها في التانية والتالت على حسب الفيديوهات اللي انت هتنزلها. وهنا طبعا تيجي تدوس الفايل عندك كده، دي تجربه ده كان بس المباشر بتاعك. طبعا طول ما هو مفتوح هتبدا تعمل الاعدادات اللي انت عايزها. ازاي؟ مثلا هنا مثلا تبدا تختار التايب بتاعه، مثلا انا عايز تعمله بلاير وشات هيبقى معاك، على حسب الشات اللي انت عايزه تعمله مثلا وكلام. وهنا تبدا تختار الاحجام بتاعته من على اليمين هنا، وهنا طبعا للكود البارشل بتاعه او الشير بتاعه لو ممكن تاخد مثلا كود مثلا زي شير كده كود. ونفتح تايب تاني، هنعمل كده كوبي، ده الفيديو الستريمينج بتاع ده اللي احنا فاتحينه دلوقتي قدام. هنا طبعا هتبدا هنا تختار على الجنرال من تحت، هتختار اسم الفيديو تاج، وهنا طبعا دي الشروحات اللي بتحطها. هنا وجينا دخلنا عندك دي في حاجات طبعا دي بتبقى خصائص ليك انت، والكنترول الاكسس كنترول والدليفري والحاجات دي كلها تبدا تظبطها. هنا بتخش على الاحصائيه بتاعته، هنا لو بتشوف كم واحد بيبدا يستخدم الموقع بتاع الشروحات. هنا جايب لك الاي بي او انا بستخدم من ايه، وجايب لك المحافظه اللي بستخدم منها، وهنا طبعا ساعه الاستخدام بتاعه خد منها قد ايه، يعني طبعا جايب لك كل حاجه. وهنا عندك السيزون وعندك الباي واتش بتاعه هنا، وكل دي احصائيات، وحتى برضو الفلوس قد ايه. هنا نخش على السيتنج، تبدا تظبط الاكونت بتاعك. هنا عندك الفيرست نيم هتستخدمه من هنا، واللاست نيم هتستخدمه من هنا.
هنا طبعا بتحط الميل بتاعك زي ما احنا شايفين كده محطوط. نبدأ هنا نستخدم الاسم بتاعك، كاسم مدرس، كاسم جامعة، كاسم سنتر، كل ده حاجات تبدأ تحطها. بالنسبة لليوزر هنا بتبدأ تحط مثلا لو الناس جداد عندك تبدأ تعمل له يوزر وتعمل له اكونت ليه على اللايف بتاعك. هنا دي خدمات او مشروحات، مثلا دي الخدمات اللي تبدأ تشتغل عليها، زي مثلا عايز مثلا مكالمة وشات، ايميلات، بيبعت بتاع، بيبقى عامل له منصة محددة. هنا طبعا لو عايز تبيع حاجة على الموقع برضو في نفس الحاجات اهي، كل الحاجات دي طبعا تبدأ تستخدمها. هنا دلوقتي هنشوف عن طريقة الدفع، تبدأ انت اللي تحددها، يعني تقدر تستلم الفلوس ازاي. هنا طبعا بيوصل لك الدفعات بتاعتها، هنا بتدخل الفيزا كارد بتاعتك وتبدأ تستخدم بيها. هنيجي هنا طبعا لو هنشوف الشروحات، وهنا طبعا لو جينا مثلا دخلنا على السيت اب هنبدأ نظبطه واحدة واحدة. هنا لو عايز مثلا كذا محتوى زي كده، نبدأ مثلا الشات بتاعه تبدأ تختار أشكاله عاملة ازاي، زي ما انت عايز. هنا لو دخلنا مثلا على الطول بتاعه، العرض بتاعه قد ايه، مثلا عايز تعمل في حاجات معينة، هنا تبدأ تظبط الألوانات بتاعته. هنا طبعا الأكسس كنترول اللي هو الباسورد بتاع الناس وبتاع ده، حاجات جميلة جدا تبدأ تظبطها معاك. هي طبعا لو جينا دخلنا على طريقة الدفع من تحت او التيكت، هتبدأ تخش منها طبعا، هنعمل اضافة مدفوعات. هنا طبعا هتعمل سعر، تعمل سعر التيكت على حسب الدولة اللي انت فيها. هنا مثلا هنعمل التيكت مثلا ب100 جنيه، هنبدأ نختار الدولة اللي احنا فيها. هنا اهو عملناه مصري. هنا ده سعر البيع، سعر الاشتراك. وهنا طبعا بتسميها حسب المسمى اللي انت عايزه. وهنا طبعا ده المنظر بتاعه، وهنا الاحصائيات بتاعتها، وبتعمل سيف يا معلم. هنا ممكن تسميها مثلا الحس مثلا. وبتعمل سيف. فاصبح دلوقتي انت لو جيت دخلت على انك تعمل اللايف، هنا عندك يقولك مثلا التكت هيعمل تكلفته كذا. وطبعا كل ده حاجات انا لو عملتها مثلا كليك هنا وعملتها ترانسليشن عربي، كل ده يبدأ يظبط معاك وهتبدأ تفهمه. طبعا الشرح بسيط جدا ومش عايز اطول عليك عشان ما لخفنكش او وديع مني في الشرح. هنا كل حاجة سهلة فيها، ممكن تترجمه للعربي، هيبقى موقع برضو بسيط معاك جدا. طبعا منساش لو استفدت من الشرح بتاعي تعمل لايك وسبسكرايب في القناة لو عجبك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.